خلونا نستعرض أهم الأخبار اللي حدثت على مدار اليوم. هنبدأ من السودان، حيث وقع المجلس الانتقالي العسكري في السودان مع قوى الحرية والتغيير على وثيقة الاتفاق السياسي التي تحدد أطر مؤسسات الحكم. هو مطلب رئيسي منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في إبريل الماضي. التوقيع في اجتماع الطرفين بحضور الوسيطين الأفريقي والإثيوبي. الاتفاق بشكل نقطة حاسمة في إطار التوافق في السودان، وبيمهد للمصادقة على مرسوم دستوري للمرحلة الانتقالية. نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو وصف توقيع الاتفاق باللحظة التاريخية في مسار السودان. أما قوى الحرية والتغيير فأكدت على ضرورة استثمار مكاسب الثورة، وأن الحكومة القادمة ستعمل لصالح كل السودانيين من دون تمييز. بيشمل الإعلان السياسي اللي وقعه الطرفان بعد محادثات مكثفة 22 بند بتستعرضها 6 فصول بتنص على المبادئ المرشدة والترتيبات الانتقالية والمجلس التشريعي ولجنة التحقيق ومهام المرحلة الانتقالية والمساندة الإقليمية والدولية. خلونا نستعرض أبرز بنود الاتفاق في هذا الاتفاق السوداني. تشكيل مجلسين، الأول المجلس السيادي والثاني هو مجلس الوزراء. بيتكون المجلس السيادي من 11 عضو، 5 عسكريين و5 مدنيين وشخصية مدنية بالتوافق. بيترأس المجلس العسكري أولا الهيئة الانتقالية لمدة 21 شهر، بعد كده بتنتقل الرئاسة إلى المدنيين في 18 شهر التالية. بتختار قوى الحرية والتغيير رئيس للحكومة، بيختار بدوره عدد من الوزراء لا يتجاوز 20 وزير. بيختار أيضا العسكريون في المجلس السيادي وزيري الدفاع والداخلية. الاتفاق أيضا على تشكيل المجلس التشريعي بعد مجلسي السيادة والوزراء في فترة لا تتجاوز 90 يوم. تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث فض الاعتصام أمام مقر القيادة. عدم ترشح أعضاء المجلسين وحكام الولايات والأقاليم في الانتخابات التالية للفترة الانتقالية، وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث فض الاعتصام أمام وزارة الدفاع.